يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد الإخوة أنكم أفتيتم بجواز الصلاة جالسا في الطائرة لصلاة الفريضة مع القدرة على القيام، فهل هذه الفتوى؟ مع القدرة لا، مع القدرة لا يجوز، القيام ركن، لكن إذا عجز عن القيام يصلي جالسا. نعم، في الطائرة وفي غيرها، إذا عجز عن القيام يصلي جالسا في الطائرة وفي غيرها. نعم.